صرحت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن منصة بيت العقارية التي تم إطلاقها في شهر فبراير الماضي بالتزامن مع النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية تشهد إقبالا لافتا من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من مسار الخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين حيث بلغ عدد زوار المنصة حوالي 15700 مواطن ودل وذلك خلال الفترة من شهر فبراير وحتى يوليو من العام الجاري، وأفادت الوزيرة الرميحي بأن عدد العقارات المتاحة في منصة بيتي شهد ارتفاعاً نتيجة لإقبال الشركات العقارية على عرض خياراتها المتوفرة في المنصة.